في الاول غادي يضرب المليون كلا خانس خدام على راسه كل يوم كما كان شاروك هاد البيب كاع ما يكون احنا كلاوات دغيا وصلنا للطوب اليوتيوبرز كاملين دعموني ايتوب عندي ليكم انا بزاف الحب بربر عشيري منك ما نسخاش ديما في جنبي نحتاجك في التفناش الا كنتي كضرب غير الوان طاب كلافي ما مشى هو سيد الماب تحيه لكاع كلاوات اجمي نتوما سبب اللي خلاني نغني دوري في الرومات هو التخريب نخنق في جميع الموضات التدريب فنون القتال انا مدرب نضربك ضربه نجيبك في الموزمبيق انا كلا نقدر كيديب اللي وقف في طريقي غادي يريب كنضرب للصفر ماشي عيب اللي طاح خنيق غادي يغيب وغادي يغيب كلا غيمشي بي اش خدمتي اللي بغاني يعيط ليا فري فاير تعملي بشي كادو نادي ليا فيها ما تلاس كانوا يقولوا افضل شخصية سواء في البيك بيرمودا ولا برازيليا صافي عشيري في الطريقة نكسيري وما غاديش نحمل البشرية ما كرهتش انايا في العرش نجلس وبدرو يعلق ليا ميدالية صاحبي هادشي ما صعيبش عليا الكمة ديالي كتكسر تحية فيما مشيتي صاحبي تسمع بيا نو 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 نو